القفل الرقمي. عاش الجزري في فترة ازدهار وتقدم للحضارة العربية الإسلامية، وكان خلالها يعمل في بلاط حكام ديار بكر شمال بلاد الشام. كان الحكام وغيرهم من كبار الدولة والتجار بحاجة لخزائن متينة يحفظون فيها الأموال والأشياء المهمة كالتي توضع في البنوك في وقتنا هذا، مما جعل الجزري يهتم بصناعة أقفال دقيقة لتلك الخزائن، فصنع أقفالاً دقيقة الصنع ومتينة التركيب لا يتمكن من فتحها إلا من يعرف سر إقفالها. أورد الجزري في كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل وصفاً كاملاً لجميع الآلات التي صنعها، وقد تضمنت 8 صفحات من هذا الكتاب شرحاً وافياً عن صناعة القفل، إضافة لما ورد من رسومات واضحة ودقيقة تصف أجزاء القفل وطريقة صناعته وآلية عمله. صمم الجزري صندوقاً ليضع عليه الأقفال، فكان هذا الصندوق نموذجاً لخزنة صغيرة متنقلة مركب عليها القفل الرقمي، ويمكن تركيبه هذا القفل الرقمي على باب خزنة كبيرة تماثل خزائن البنوك والمؤسسات النقدية في أيامنا هذه. أجزاء القفل الرقمي. يتكون القفل الرقمي للجزري من الأجزاء الآتية: رسم الجزري على غطاء الصندوق 4 دوائر، وصنع داخل كل دائرة ثقباً، ثم قسم الجزري الجزء المتبقي من الدائرة إلى 16 جزءاً، وكتب داخل كل جزء حرفاً كي تشكل هذه الحروف خيارات فتح القفل، ثم صنع قرصاً معدنياً سماه الفلس الأول. يدخل هذا القرص في ثقب الغطاء ويدور بسهولة فيه، وكتب على القرص 16 حرفاً وصنع فيه ثقباً كبيراً، وثبت على طرفيه زائدتين معدنيتين اليمنى سماها لوزة، وهي تشير إلى الحروف عندما يدور القرص، والثانية تمسك بها لتدوير القرص، وجعلها على شكل رأس طير. صنع الجزري اسطوانة مفتوحة الطرفين، وجعل في أسفلها 16 ناباً بارزة وسماها شنبراً. صنع غطاءً للشنبر، فيه ناب بارز يأخذ مكانه بين أنياب الإسطوانة، وله فرز مثلث. لحم الشنبر مع الفلس الأول. بعد التثبيت، تدور القطع 3 معاً، الفلس الأول والشنبر والغطاء، ومع دورانها تشير اللوزة إلى حروف غطاء الصندوق، وأيضاً صنع فلساً ثانياً، وجعل له شنبراً وغطاءً كما صنع للفلس الأول، بحيث يكون شنبر الفلس الثاني أقل اتساعاً من شنبر الفلس الأول، فيدخل فيه ويدور بسهولة، ويكون أكبر طولاً منه، فيبرز داخل الصندوق. مع دوران الفلس الثاني تشير لوزته إلى حروف الفلس الأول. وصنع الجزري قضيباً من النحاس جعل فوقه نصف لوزة ثابتة معه وتدور معه، وسماه قضيب اللوزة، وعمل رأسه من الأسفل مربعاً، وعمل فيه ثقباً مستطيلاً، وصنع فلساً مثقوباً يدخل فيه قضيب اللوزة، وصنع فيه 16 ثقباً، وجعل في طرفه فرز مثلث، وصنع فلساً أصغر من الأول وفيه ثقب مربع يدخل فيه قضيب اللوزة بإحكام، وثبت في الفلس الصغير مسماراً ثابتاً يدخل في أحد ثقوب الفلس الكبير فيجبره على الدوران معه ومع قضيب اللوزة، فيدور الفلسان واللوزة مع القضيب، ومع الدوران يشير طرف اللوزة إلى حروف الفلس الثاني. بطانة الغطاء. صنع الجزري صفيحة معدنية لتكون بطانة لغطاء الصندوق، ثم قسمها إلى نصفين وجعل فيها 4 ثقوب تقابل ثقوب الغطاء، وجعل فيها قضبانا معدنية
تتداخل مع جوانب الصندوق عندما يتحرك نصف الصفيحة مبتعدان عن بعضهما، ويصبح الصندوق في وضع الإغلاق فينقفل الصندوق. ثم صنع ثقبا في وسط البطانة ليدخل فيه مفتاح يدور فيحرك نصفي البطانة ليبتعدان عن بعضهما. تركيب القفل واختيار الحروف. أولاً، ورد في كتاب الجزري أنه يكون في هذه المرحلة جمع الأقفال الأربعة على غطاء الصندوق وبطانته، بحيث يتم إدخال الفلس الأول وشنبره في واحد من ثقوب الغطاء، ويتم تدويره للتأكد من سهولة حركته واختيار أحد الحروف على وجه غطاء الصندوق. ثم يتم إدخال شنبر الفلس الثاني داخل شنبر الفلس الأول حتى يلتصق الفلس الثاني مع الأول، ويتم تدويره للتأكد من سهولة الحركة واختيار أحد الحروف على وجه الفلس الأول. ثم يدخل قضيب اللوزة في شنبر الفلس الثاني، ويتم تدويره للتأكد من سهولة حركته، وحتى يتم اختيار أحد الحروف على وجه الفلس الثاني. ثانياً، عملية تثبيت أغطية الفلوس من الداخل. يثبت غطاء الشنبر الأول فيه بحيث يدخل ناب الغطاء بين نابين من أنياب الشنبر. يثبت غطاء الشنبر الثاني فيه بحيث يدخل ناب الغطاء بين نابين من أنياب الشنبر. يثبت الفلس الأحمر المثقب في قضيب اللوزة، ثم يوضع خلفه الفلس الصغير وفيه مسمار ثابت حتى يدخل المسمار في أحد الثقوب 16 في الفلس السابق. تثبت المجموعة بوضع قضيب مستعرض سماه الجزري فرساً في فتحة خاصة في طرف قضيب اللوزة. يتم تدوير الفلسين واللوزة كل لوحده حتى يتم اختيار وضع الفتح أو الإغلاق. وعندما تترتب الفرزات المثلثة في الفلوس الثلاثة فوق بعضها، يصبح القفل قابلاً للفتح. تثبت مجموعة الأقفال الثانية في الثقب الثاني للغطاء، وتثبت الثالثة والرابعة أيضاً ليكتمل بناء أربعة أقفال في غطاء الصندوق. ولفتح وغلق الصندوق صنع الجزري فلساً له أربعة أنياب وقرطاً، وصنع له ثقباً في وسط الغطاء وثقباً في وسط البطانة ليتم تدويره من خلال قضيب له قرط يدخل من الخارج. وعند تدوير القرط تدور الأنياب وتدفع مسمارين مثبتين على نصفي البطانة فيبعدانهما عن بعض. وظيفة أجزاء القفل: لنشاهد البطانة من الداخل وهي مثبت عليها جميع القطع، وهي أولاً أغطية الفلوس وفيها الفرزات المثلثة وهي قابلة للدوران. اثنان، القرط للإغلاق. ثلاثة، قرص الدور ذو الأنياب الأربعة. أربعة، مسماران مثبتان في نصفي البطانة يندفعان لتحريك الفلس ذي الأنياب الأربعة. خمسة، الساقطة كما سماها الجزري وهي قطعة بها ثقبان. ستة، الغربان كما سماهما الجزري وهما قضيبان يدخلان في ثقبي الساقطة عند تقارب نصفي الصفيحة. سبعة، أربع لوزات ثابتة، اثنتان في كل نصف من البطانة تتحركان يمينا ويسارا نحو الفرزات في الفلوس فينفتح الصندوق. ثمانية، مسماران مثبتان في نصفي البطانة يمنعان الفلس ذا الأنياب الأربعة من الدوران أكثر مما هو مطلوب. تسعة، القطعتان هما من أصل نصفي الصفيحة ويتحركان معها، وظيفتهما يسحبان جانباً فتدخل لوزات الصفيحة في الفرزات المثلثة فتبتعد القطع عن بعضها.
وعند خروج الغرابين من داخل ثقبي الساقطة تخرج الساقطة من ثقب جدار الغطاء ويفتح عندها الصندوق. إغلاق الصندوق. يتم تدوير القرط باتجاه عقارب الساعة، فيندفع كل من المسمارين، وكل منهما يحرك نصف الصفيحة المثبت فيها، فتقترب الصفيحتان، وتخرج اللوزات المثبتة على الصفيحة من الفرزات المثلثة. بعدها يتم تغيير الحروف لضمان عدم الفتح. ولو دار القرط عكس اتجاه عقارب الساعة لما حدث شيء، بل إن المسمارين يمنعانه من ذلك، ولا يمكنه سحب المسمارين، ويمكن لصاحب الصندوق أن يختار الحروف التي يشاء، ثم يتم ترتيب الفرزات المثلثة في الفلوس الثلاثة فوق بعضها وتثبت. وإذا أراد مرة أخرى أن يغير الحروف يقوم بإعادة تركيب القفل مرة أخرى. مما يجدر ذكره أن الدقة التي صنع بها الجزري الأقفال تتضمن إمكانية تغيير الحروف التي ينفتح عندها القفل، فهي 3 حروف لكل قفل، أي 12 حرفاً للصندوق.